طبعا حلم كل زملكاوية هو قناة الزمالك. برحب بالدكتور سيد حسين النائب الصديق العزيز الجدع المحترم اللي في عز جبروت محمد امين بتاع الكنيسه التوليتات وعلاء الكحكي اللي انا طلعه من سيوه للاسف الشديد كان بيزعل مؤتمراتي في عز المقاطعه ايام الحكايات من سيوه. تمام. طبعا ملك الاعلانات طبعا معروف هو معقول معروف ان شاء الله باذن الله هنمضي عقد قناه الزمالك يوم الاحد باذن الله ان شاء الله. كل التفاصيل هتعرفوها باذن الله يوم الاحد قدام الصحفه الساعه 11 بنشر كل زملكاويه هيبقى لكم قناه هيبقى لكم صوت مسموع ان شاء الله لكم القناه دي هتبقى قناه ايه؟ هل منوعات؟ هل رياضه؟ هل سياسه؟ هل مع الدوله؟ هل مشاغبه؟ ان شاء الله يوم الاحد في مؤتمر الصحفي باذن الله كل مصر بس المتوقع انت ان شاء الله باذن الله من عند الاول العقد ان شاء الله هنقول لهم هنبقى لهم حد التفاصيل بشكرك عشان بس اللي اضطريت عليها.